في هذا المشهد تخرج عائلة الأسطل من خان يونس في قطاع غزة عن صمتها بعد أسبوعين من اختطاف ابنها الصحفي أحمد على يد مجهولين في تركيا. تقول العائلة إنها أمهلت السلطات التركية وقتا للعثور على الصحفي أحمد أو لإفصاح عن معلومات بشأن الحادثة قبل أن تحملها المسؤولية. في كل الحالات نحمل تركيا المسؤولية، إن كانت الجهات التركية هي المسؤولة عن الاختطاف فهي تتحمل الجريمة، هذه جريمة الاختطاف، وإن كان غيرها فهو على الأراضي التركية، ومن ثم على الجهات التركية والسلطات التركية أن تتابع الموضوع بشكل حثيث وتخبرنا بشكل يومي ماذا يحدث وماذا حصل. تعلق العائلة الآمال على سيرة ابنها المهنية التي تقول إنها خلت من انتماءات أو نشاطات سياسية، فوفق حديث أشقائه وصل أحمد إلى تركيا قبل نحو 10 أعوام برفقة أسرته، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية بعضها مملوك للدولة. من ثم لما انتقل حتى في تركيا اشتغل في قناة الأناضول وهي قناة الحكومية التابعة لتركيا، وبعدين بدأ يشتغل في مؤسسات كمحرر وإعلامي وباحث، له عدة رسائل، يعني كل كتاباته وكل أعماله يعني ما دخلتش في الإطار السياسي ضد أي طرف كان. وهذا النقاش لا يخلو من موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين. قبل عملية الاختطاف تم اقتحام منزله وأخذ منه عدد من الأجهزة اللابتوب أو جهاز اللابتوب وكاميرات الخاصة به، وقدم هو شكوى للشرطة في هذا الموضوع وحققت الشرطة ولم تصل إلى أي نتائج، وبالتالي نحن ننظر بخطورة بالغة إلى استهداف الصحفيين في تركيا ولا استهداف حرية الرأي والتعبير. جهود البحث عن الصحفي أحمد شملت اتصالات مع الخارجية الفلسطينية والأردنية، كونه يحمل جوازاً أردنياً بصفته لاجئاً فلسطينياً لكن دون الوصول إلى معلومات. والمعلومات الغائبة تحضر أمامها أسئلة كثيرة وأجوبة شحيحة بشأن حيثيات الاختطاف والجهة المتورطة، أمر يزيد من غموض الواقعة وحيرة العائلة وقلقها على مصير ابنها. محمد المشهرة، وسكاي نيوز عربية، قطاع غزة.